أهلين، أهلا وسهلا بكم. كنت البارح في متحف في مدينة مونتريال الكندية، زيارة لمتحف عرضوا فيه مومياء لسيدة من الطبقة المرفهة من الشعب المصري، وداروا لها كات سكان وإلى آخره، قصتها طويلة، وكان تاريخ وفاتها في زمن الأسرة 24. فأمس حكيت حاجات لصغاري، قلت نحكيها لكم توه عليه المدة الحكم تاع الأسرة هذه، اللي هي حكمة مدة قصيرة بصره من 732 إلى 720 قبل الميلاد طبعا، واللي حكم فيها الأب تافناخت والابن با كن را نف حاجة زي كده. المهم تسميه المصادر اليونانية بوخوريس، ولهذا هو الاسم اللي بنديروه بنعتمد عليها نتوى. بنوريكم بعض الصور اللي تشوفوا فيها توا من المتحف نفسه اللي زرته أمس مع الصغار. على فكرة الأسرة هذه حولوا مقر الحكم لمدينة سايس بدل عاصمة أجدادهم تانيس، وهذه الأسرة لم تحكم لمدة طويلة ولم تترك الشيء الكثير الذي يخلد ذكرها، لكنها مهدت لما يأتي بعدها. وكلما تحدث المؤرخين عن الحكم الليبي في مصر فهم يتحدثون عن الأسرة الثانية والعشرين والأسرة الثالثة والعشرين، اللي تبدأ بأسركون الأول وتنتهي بحكم تاكيلوت الثالث، ومن بعده رودامون زي ما نعرفه ليكون هو آخر فرعون ليبي من هذه الأسرة. ولكن بس لحظة معي، هل فعلا انتهى حكم الليبيين في مصر أم انتهى حكم هذه الأسرة الليبية في مصر؟ واللي هي حكم أسرة أسركون، واللي كان شيشنق الشهير الأشهر فيها. الموضوع فيه جدل كبير، ولكن اللي رجحه أغلب الباحثين الكبار في التاريخ المصري القديم أن أسرة أسركون هي اللي انتهت بحكم طبعا رودامون زي ما قلنا، ولكن خرج من بعد حكام عدة من أصول ليبية أو من أسر مختلطة بين ليبية وعراق أخرى، وهذا حنتكلم عليهم، وهذا هو موضوع اليوم اللي بنتكلم عليه. لازم لكم الموضوع اللي حكيت فيه لصغاري. طبعا لا تجد من يتحدث من المؤرخين الناطقين بالعربية للتاريخ المصري من يتحدث عن الأسر الرابعة والأسرة الرابعة والعشرين أنهم من أصول ليبية إلا القليل، لكن نجد التأكيد على هذا من المؤرخين الأجانب الخواجة زي ما يقولون لهم المصريين الغربيين، واللي يجب التأكيد عليه أنها أيضا أسرة من أصول ليبية، الأسرة الرابعة والعشرين من أصول ليبية بدون منازع. طبعا رغم هشاشتها هذه الأسرة والحكم تاعها كان قصير، لكن يجب التنويه على هذا للأهمية، وإن كان زي ما قلنا حكمها كان جدا قصير واللي حكمت يعني ما بين 732 و720 يعني حوالي 12 عام قبل الميلاد، واللي حكم فيها الأب تافناخ زي ما قلنا والابن بوخوريس كما يسميه هيرودوت. الحقيقة الأسرة هذه يعني حملت من الألقاب اللي حملتها مؤسس الأسرة هذه لقب رئيس العظيم للمشوش، وهي كلمة مصرية يقصد بها الأمازيغ، وهذا فصل فيها محمد شفيق في كتابة 33 قرن من تاريخ الأمازيغ، وهو اللقب اللي حمله شيشنق الأول ليفصح عن انتمائه لقبائل الأمشوش الليبية اللي هم الأمازيغ طبعا زي ما قلنا بالنطق المصري القديم طبعا بشكل أساسي. كما حمل تافناخت أيضا لقب الرئيس العظيم لأرض الريبو أو الليبو، الرئيس العظيم لأرض الريبو أو الليبو. اللي تشوفوا فيه بجنبي هنا من تماثيل تؤرخ لفترات مختلفة للحكم الليبي لمصر، ومن ضمنها هذا أسركون اللي تلقوها في متحف اللوبر، وعلى فكرة هذه نسخة طبق الأصل لما يوجد في متحف اللوبر، وعندنا شفته في فيديو واحدة تانية بحجم كبير جدا لأسركون الثاني، وهذه اللوحات العرمرم هذه ولوحة صلايا الأسد واللوحة هذه المعروفات في التاريخ، وتلقوها في كل كتب التاريخ تتكلم على التاريخ المصري القديم. يعني مؤسستنا كانت حريصة جدا على اقتناء هذه المقتنيات اللي هي نسخة طبق الأصل اللي تسمى بالفرنسية مولاج. المتحف اللوبر يعطيك مولاج إذا كنت مؤسسة زي مؤسسة توال، وشوية معارف طبعا تساعد شوية على اتحاد.
زي ما قلنا التاريخ الليبي في مصر لا يشك فيه أحد، لكن يبي لملمة ولبي من يركز عليه شوية، وربما يعني ندير حلقة تامة عليه أسر كون. ما عليناش به، توا تعرفوا علاش نتكلم على هذه الأسرة الرابعة والعشرين وأصولها بعدين، لكن خلوني نخش للي بعدها وبنتكلم بسهاب عن الأسرة السادسة والعشرين. قلنا 24 تكلمنا عنها قبل شوية، وتو نبي نتكلم بسهاب على 26. نعرف تخطيت الأسرة 25 اللي هي الأسر النوبية، واللي مهد لهم ومهد للشعب اللفسي ومهدت للشعب النفسي المصري نفسيا أسرة أسركون، حكام شعب المشوش أو الماء كما تسميهم النصوص، لأنها كانت أول أسرة أجنبية خالصة تحكم مصر في ذاك الوقت. فالشعب الأصلي كان مهيئ نفسيا بأن يحكموه الأجانب بعد حكم الأسرة هذه. فالمهم أنا تخطيت الأسرة 25 لأنها مش موضوعنا هنا، لأنها أسرة من النوبيين. وعلى فكرة طبعا السود الأمريكيين يعتمدوا على منحوثات أو تماثيل هؤلاء باش يقولوا أن الفراعنة كانوا سود، وبقوا تبعهم بعض الليبيين طبعا اللي يحاولوا يشوشوا على صورة الليبيين اللي حكموا مصر من الأمازيغ. المهم العودة للأسرة 26 واللي يبدأ فيها الحكم بتافناخت الثاني وتنتهي ببسماتك الثالث. المهم مدة حكمهم كانت طويلة شوية، اللي هي من 664 قبل الميلاد إلى 525 قبل الميلاد، واللي يهمنا فيهم الفرعون أبريس أو أباريس زي ما يقولوا له. هذا كان ذكي أو متذاكي، وخليني نقول ما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ علمنا أن ليبيا عصية ديما عليه أي غازي. كان أباريس هذا يستعين بالجنود اليونانيين للسيطرة على زمام الحكم في مصر، وكان طاغية وإلى آخره، وكان حتى حرسه الخاص من الجنود اليونانيين. الحركة اللي دارها هي أنه بعت بثقل من جنوده المصريين الأصليين لليبيا لغزو شرق ليبيا، وزي ما نقولوا بمفهوم اليوم دار لهم لعبتهم، بحيث خطط أن يتخلص منهم في معركة مجهولة العواقب، وفعلا تمت يعني بعدها دار لهم الخيانة وهزمهم الليبيين. حقيقة الخيانة كان بيقضي عليهم بس مش باش ينهزموا، لكن هزمهم الليبيين شر هزيمة، يعني الليبيين هزموا المصريين. وهذه طبعا زاهي حواس وغيره متاع الاثار المصريه مش هحكي لكم عليها، ديما بيتكلم عليه رمسيس وكذا اللي هو صاحب الدعايه. رمسيس هذا ما خالطش اي حرب ويدير في الناشين اللي يروحوا على الفاضي. على اي حال الليبيين الحقوا بهم خسائر كبيره مذكوره في اغلب كتب التاريخ. كان هدف اباريس انه يتخلص من القاده المصريين زي ما قلنا اللي شكروا خطر على حكمه، وفي نفس الوقت يتخلص من مناوشات القبائل الليبيه. لكن عينك ما تشوف إلا النور زي ما يقولوا، واللي صار هو التالي. مش غير انهزموا، بس هم انهزموا وعرفوا في وقت متأخر بالخيانة اللي دارها لهم أباريس مع الجنود اليونانيين. مو طبعا حتى اليونانيين راهو هم بيربحوا لما يستنزفوا القبائل الليبية على الحدود المصرية، هم بيربحوا لأنهم كانوا هم وانا طرف المصري إلا اليونان كانوا على الحدود على شاطئ البحر في ليبيا في إقليم قرين وغيره، ودي بموضوع بروحة. بعد ما عرف الجنود باللعبة وكشفوها كان مات منهم هلبة وانهزموا زي ما قلنا، واللي ما ماتش منهم ولا لمصر ونجيب عجوبة أعلن انقلابه عليه أباريس. وعلى فكرة أباريس هذا اسمه المصري واح إيب راع. طبعا أنا نقول أباريس وهو اسمه عند هيرودوت، وربما هذا اسم أمازيغي أو شيء الله أعلم. المهم أباريس هذا وأبريس طبعا أرسل المتذاكي هذا لما سمع بعودة جنوده من الهزيمة في ليبيا أحد القادة، وهسمعوا اسمه القائد هذا اسمه أمازيس الثاني، أمازيس الثاني والمعروف باسم أحمس الثاني، وهذا حسب المؤرخين كان آخر أعظم فرعون مصري في حكم مصر. المهم الجنود بعد التفاوض مع أمازيس أعجبهم، كان متفوه وكان قائد عظيم ودون أخوة. قالوا له لا تتفاوض مع الخائن أباريس هذا ولا أبريس، ونبوك أنت تولي الفرعون الحاكم المطلق متاعنا. هم طلبوا من أمازيس يولي الحاكم المطلق متاعهم اللي هو المهم خون هذا المتذاكي هرب طبعا لبابل أباريس هذا، وكون جيش من الخونة ومشي عاود بيغزو مصر ويسترد ملكه بمرسلقة جميعهم من كل تركينة خصوصا من البابليين باش يغزو مصر. في طريق العودة يشدوه المصريين ويهزموه شر هزيمة ويشدوه هو شخصيا ويعدموه.
ويطرد جيش المرتزقة اللي جابه. هنا نبي نوقف عليه أمازيس أحمس الثاني اللي يبدأ حكمه من سنة 568 قبل الميلاد وينتهي ب 525 قبل الميلاد. الحاجة الأولى اللي دارها أنها تخلص من الجنود اليونانيين، وسع نفوذ الليبيين، وفيه خلاف هل تافناخت الرابع كان أحد جدوده المباشرين أو لا، ولكن الكثير من المؤرخين الغربيين يرى أن تافناخت كان جده فعلا، ولكن نعرف اليوم أن الأسرة الرابعة والعشرين الليبيين اللي تكلمنا عليها قبل شوية وعرفتوا علاش نتكلم على الأسرة الرابعة والعشرين، وهذا يجعل الأسرة السادسة والعشرين بما أنها امتداد للأسرة الرابعة والعشرين أيضا ليبيين، وإن كان البعض يرى أنهم مختلطة الدماء. وتافناخت الرابع بدون شك ليبي، كان يلقب زي ما قلنا بكري بلقب قائد شعب الماء وقائد كذلك أرض الريبو، وهذا لقب خاص طبعا بالأسرة الليبية. ونعرف أن المؤرخين يرجحوا أن إنارو على فكرة اللي قاد الثورة في مصر ضد الغزو الفارسي يعتبر أحد أحفاد بسماتك اللي هو بدوره أحد أحفاد تافناخت هذا. ونعرف أن أغلب القادة اللي قادوا الثورة ضد الفرس هم ثوار ليبيين في ذلك الوقت، على فكرة كلهم في نفس الفترة هذه من الأسر اللي حكمت مصر في أسر 27. باش ما نطولتش عليكم، نبيكم تعرفوا باللي حملة أباريس على ليبيا انقلبت على رأس القائد متاعهم الخائن هذا، وأعدم شنقا، ولم ينفعه التعاون مع المرتزقة البابليين وغيرهم باش يستعيدوا يستعيد هو حكمه، وأن الليبيين والأسر الليبية امتدت فيما بعده مباشرة حتى الأسرة السادسة والعشرين. وحتى فيما بعد يا أخي في عصر الانحطاط في مصر كانت أقاليم كثيرة في مصر يحكمها ليبيين، وهذا مش مقامه الآن، ولكن الليبيين رأوا حكمه أكثر من أسرة شيشنق أو أسرة أسر كون اللي هي معروفة بحكم الأسرات الليبية الثانية والعشرين والثالثة والعشرين. عليتي حال هذه بس للتاريخ، ودارها زيارتي للمتحف أمس، ونهاركم سعيد إن شاء الله، مع السلامة.